تفاصيل أكثر حول هذا الحادث، والحادث أيضا المأساوي الذي سجلته ولاية قسنطينة بمقتل 4 أشخاص ليلة أمس. إذن 10 قتلى في أقل من 24 ساعة هي حصلت حوادث المرور. لتفاصيل أكثر نربط الاتصال بالرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني. صباح الخير سيدي، أهلا بكم. صباح الخير أحمد لك ولكل الطاقم العامل على هذه الحصة ولكل مشاهدي قناة النهار. إذن سيدي لو تفيدنا بتفاصيل أكثر حول الحادث المروري المروع الذي سجلته ولاية بسة وأيضا الذي عاشته ولاية قسنطينة ليلتي أمس. نعم بالطبع، تدخلت وحدات الدرك الوطني لولاية بسة من أجل معاينة حادث مروري مميت وتقديم يد المساعدة للمواطنين وتسهيل حركة المرور. هذا الحادث الذي وقع ليلة البارحة حوالي الساعة 10:40 بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي بسة والوادي، بالضبط على مستوى بلدية الماء الأبيض بالمكان المسمى دوار درع الزناد. حسب المعلومات المتوفرة لدينا والمعلومات المتوفرة لحد الساعة، الحادث تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل الخط الواد عنابة واصطدامها بجدار لأحد المصانع. السبب وراء هذا الاصطدام يعود إلى انفراز عجلة الحافلة حيث انحرفت واصطدمت كما قلت بمصنع الزجاج المتواجد بجانب الطريق. خلف الحادث للأسف وفاة 6 أشخاص رحمهم الله وإصابة 25 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، من بين الوفيات 7 نساء، عفوا من بين هذه الضحايا 7 نساء. تم نقل جل هؤلاء الضحايا من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي، وتم فتح تحقيق في حيثيات الحادث من طرف فرقة الدرك الوطني. نرجع إلى حادث قسنطينة، هذا الحادث هو الآخر الذي كان قبل لحظات من حادث ولاية تبسة بالطريق. هذا الحادث بالطريق السيارة شرق غرب بمنطقة جبل الوحش، بالضبط بمنطقة الكافلك حل بمحور الدوران المؤدي إلى ولاية سكيكدا. الحادث وقع بين شاحنة للوزن الثقيل ومركبة سياحية. كيف وقع هذا الحادث؟ عند وصول المركبة السياحية إلى مكان الحادث والتي كانت قادمة من اتجاه ولاية سكيكدا باتجاه ولاية قسنطينة، انحرفت عن الطريق بأحد المنحدرات كذلك واصطدمت بالشاحنة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس مباشرة. هنا خلف الحادث للأسف وفاة 3 أشخاص بعين المكان، وأما الآخر فات وفي بالمستشفى. إذن حصلت حادث مرور ولاية قسنطينة وفاة 4 أشخاص. نعم، هذا فيما يخص الحادثين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ سمير بوشحيط على كل هذه التفاصيل، وستكون لدي مداخلات أخرى في موعدنا الإخبارية المقبلة. مشاهد